طب هي ايه، فين امل؟ فين امل؟ الو يا امل. ايه نور يا حبيبتي، ازيك يا امل؟ ازيك وحشاني يا حبيبتي. ايه يا جدا جدا والله. ولسه اسم الله ربنا يحميها يا رب، لسه شايفاها فبقول لها انا شفتك وانت في بطن ماما. ما تكبريش نفسك بقى، اتولدت على ايدي بس. لا لا ازاي، ده انا كنت سابقاكي، انا كنت حامل في مريم، كانت مريم اكبر من لما بحوالي 5 6 شهور. بودي كمان. لا كان بودي اتولد، بودي اكبر من لما بحوالي 2 سنين. كنت حامل في مريومه وكنت حامل انا في 4 5 شهور كده، وانتي جيتي بشرتينا وقلت لنا الحقوا انا بقيت حامل. اسم الله، ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ حبيبتي ربنا يخليك يا رب. وهي الحقيقه قمر مش بس ملامح طبعا طالعه لمامتها الحلوه، لكن كمان قمر كفنانه. انا متابعاها الحقيقه. دي شهاده يا لما، دي شهاده من لا والله لا والله دي شهاده جامده. دي ربنا يخليك. دي ممثله عتوليه، ربنا يسعدك. ممثله من الطراز الثقيل، بنت اللذيذه. ربنا يخليك يا امل، يعني انت افضل. ممثله من الطراز الجامد. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت الافضل. وكنت لسه بسال لما يعني فكره وجودها في الوسط، انت حسيتيها من امتى يا امل انها عايز تبقى فنانه؟ مش عارفه، يمكن هي عندها بالفطره، يعني انت عارفه هي عندها عارفه زي اسماعيل عندها الله يرحمه حبيبي. اسم الله، الله يرحمه. هي عندها خف الدم زيكم كده. هي على فكره كوميديانه يا نشرة، مش هتنافس. انا ما شفتش اسم الله، بس انا شفتها. انا لسه بقول لها الماء والخضره والوجه الحسن. انا اول مره عيني تقع عليها اقسم بالله ما كنتش اعرف انها بنت الاستاذ اسماعيل ولا بنتك والله. يا فقلت يا ايه ده، البنت دي هتبقى مهمه قوي، كان واضح. يا فبتقول لي يا دي رب. اول حاجه اعملها. اول حاجه لسه بتقدم في المعهد. اسم الله اسم الله. بس هي اعترفت ان انت كنت بتقعدي تذاكري معاها المشاهد وبتساعديها. ده في الاول ما بتقدم، بس بالاول خالص والله. اسم الله عليها يا حبيبتي. ربنا يا رب يخليها لك يا امل. بالاول خالص والله حبيبتي، ربنا ويكرمك فيهم ويقويكي. يعني انت معاكي 3 وردات اسم الله حبيبتي، ربنا الله يحفظهم ويبارك لك فيهم. ربنا يخليك. ويا رب اشوفك في اعمال مهمه تليق بامتك، وتشرفينا ان شاء الله. احنا وانت يا روحي يا ملومه يا رب ان شاء الله يا رب. انت بس اديها حته من عندك كده، هي مدينه فظيعه. ده انا اتمنى اتمنى والله اتمنى. ربنا يحفظها لك. يا رب اشوفكم مع بعض. يا رب يا رب، ده انا اتشرف اتشرف. يا رب يا حبيبتي. طب لما في البيت طيوبه ولا؟ طيوبه. لا طيوبه والله حبيبتي حبيبتي. ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك. شكرا يا امل، شرفتيني والله. شكرا يا حبيبتي. ايه القمر الجميله صاحبتي دي، خليتيني اكلم صاحبتي بقالي كتير ما كلمناش بعض. اشتغلتي كمان مع الكبار، اخر حاجه انت عاملاها مع النجم الكبير الاستاذ محمد رمضان. ايوه. وده عمل الحقيقه جعفر العمده اعلى نسبه مشاهده، مش بس على مستوى مصر، لا على مستوى العالم العربي كله. احساسك كان ايه؟ انت اول مره تشتغلي مع رمضان؟ طب كلميني عن محمد سامي كمخرج، يعني وزي ما بيقولوا ايه، باسبور دخول النجوميه بيبقى عن طريق عمل محمد سامي. دي حقيقة. اختارك ازاي برضو؟ وهل الاختيار كان من الاستاذ محمد رمضان ولا الاستاذ محمد سامي؟ والله انا كنت مسافره، كلموني قالوا لي استاذ محمد سامي عايزك في المسلسل. الله. فانا اتبسطت جدا جدا جدا، بس فروحت على طول. ما شاء الله.